دولة أوروبية. فرنسا. فرنسا، برافو برافو. يا زلمة نحن الأحمر ولا الأصفر؟ شو؟ نحن الأحمر ولا الأصفر؟ يعني مو شايف الأعلام قدام فوق؟ ما بعرف من الأعلام. ما بتعرف من الأعلام؟ لا. تعالي لعندي الأعلام. مرحبا أصدقائي، معكم يزن من قناة يلا فلو. تحدي اليوم أصدقائي رح يكون تحدي الأعلام تبع كأس العالم. طبعا كل اللي بعرفهم يمكن 2 أو 3 أعلام، بس مع عقاب طبعا، مع الكريمة طبعا. لا تنسوا تستنوا لآخر الفيديو، رح نحط على طول نصير مقطع بآخر شيء من الكواليس. كل عالم مش رح أعرفه رح يطق لي يزن طقة بيها. نعم تك، يمكن تدق يمكن ما تدق، يعني ممكن أكل ضربة الكريمة مرة مرتين ثلاثة ما بعرف ليخلص التحدي. خلونا نبلش. رح نبلش بالعالم الأول، تفضلي. طبعا الاعلام راح اعرض لها اياهم وراها، وراك ورا الكاميرا على التلفزيون، وانتم راح احطلكم اياهم على الشاشه. راح نبلش بالعالم الاول. عالم شو هاد؟ الماني. طيب راح خليها هون لمني اخذ. هاد عالم شو؟ قطر. برافو. يعني ما كنت بعرفه بس بعد اول مباراه حضرت عرفته. طيب العالم الثالث، الاساطير اللي رفعونا راسنا. السعوديه. اوكي. اللي خسروا الارجنتين. اللي خسروا الارجنتين. ايوه الهند. لا يشبه والله، والله يشبه، بس انت لعبش بكاس العالم. طيب جانا زدنا له شوية كريمة قبل ما ماله عم يزيد. لا عم يدوب وعم ينزل، ما بعرف شلون ملاصقين هيك عم يدوب. يلا العب علم ايران. هذا حطي راسك. 1 2 زمان. اوكي مع انه بس كريمة بس مرعبة والله مرعبة. لا تخجلينا. عالم شو هاد؟ لا تخجلينا. المغرب. برافو برافو والله انك اسطورة. راح اعطيكي واحد صعب. ها عالم شو هاد؟ بس اعلام اللي مشاركين بكأس العالم. ايه بس كأس العالم. شو دولة افريقية؟ واحد. غانا. لا مو غانا. يلا حطي راسك. اوكي عالم شو هاد؟ صربيا. لا غلط. لعبوا ولا بعدهم ما لعبوا؟ كلهم لعبوا، كل المنتخبات. لا لا حضرناهم ولا حضرناهم؟ يعني حضرتهم كلهم. برتغال. صح. شو عرفت؟ والله شو عرفت؟ والله اوكي. عن جد برتغال. فكرت مكتوب على الصورة يعني مو شايف. لا بس خطر اللي كان لابس رونالدو هيك هيك شيء بيشبه. طيب بسرعة. استنى والله بعرفه. شو فأكيد مشارك؟ صربيا؟ بيلعب فيه ألفونسو ديفيز. مين ألفونسو ديفيز؟ لاعب البايرن. بعرف ايش؟ يلا حط بسرعة. طيب قل لي شو هو؟ بسرعة. قل لي شو؟ كندا. والله بدي أقول لك كندا. يلا حط بس ما تخيل تكون مشارك. يا حول الله. الرعب الأكبر إنه هو اللي عم يكبس لي الكبسة مش أنا، يعني ما بعرف إيه. رح يخلص ممكن. رح يخلص الإعلام إلا شوي. طيب بسرعة. هاي عالم شو؟ أرجنتين. صرتي محترفة إعلام والله العظيم. لا لا والله من كنزاتهم والله. والله قلت علم المغرب ما بتعرفي. لا المغرب لأن المباراة. طيب يلا يلا خلينا نكبس بسرعة. شو؟ والله ما رح تعرفي لو شو. هلا شي أفغانستان هون شغلي؟ أفغانستان. ماني اخذوا المونديال الماضي فلا تاهلوا. يلا يلا شو ها؟ تنين. صين. والله اليابان. لا ما بعرف علامة شو. طب قل لي شو هو. ويلز. مين ويلز؟ راح اقول لك. هاي ويلز هاي ولاية من ولايات بريطانيا العظمى، هي ويلز واسكتلندا وانجلترا، هاي وحده منها. حطي بقى تفرجيني اعلام ولايات برافو. هاي دولي دولي. دولي هاي دولي هاي. حطي راسك. طب شو اسمها بالعربي؟ ويلز. اسمها ويلز. ماشي حطي راسك. راسك ويك. 1 2 لا حول الله. لا ما. لا ما. طيب يلا في دقه ثانيه شكله عنا. عالم شو هاد؟ دولة تقع بأمريكا الجنوبية. أول منتخب يأخذ كأس العالم بالتاريخ. حطي راسك.
واحد اثنين ناخذ صورة. يا الله يا الله مو طبيعي. اوكي لا هيك لا شو ها شو ها اسهل علم هذا شو ما بعرف. حطي راسك. دولة اوروبية. فرنسا. فرنسا برافو برافو. حطي راسك يلا. صربيا. لا بس قلت شو عم تحزي تعدي لي كل دول كأس العالم. طب شو هو علم بولندا. بولندا ها؟ ايه يلا بولندا؟ ما أخذتني عليها شو ما عرفني بالعالم. مو طبيعي مو طبيعي. بطلت تكبس بطلت تطلع. هي كل كثير لا تطلع مش هيك قلها من أول. لا أحيان شفتي أحيان كبسي وحدة ترجع تطلع. يلا صين. صين براف. بشرفك يا الصين. شو ها؟ بحب خبرك الصين مش مشاركة بكأس العالم. بريطانيا. شو؟ بريطانيا. لا انجلترا. لا يلا حطي راس كنت حازم ثلاث مرة. طب شو هو؟ صربيا. طب لي ساعة من الصبح عم بقول لك صربيا. يلا مش طبيعي مش طبيعي. هاي المرة الجاي والله المرة الجاي لتدقوا براسة. ان شاء الله ما يكونش في مرة جاي. حط لي اعلام بعرفهم. لا ما كلياتهم شغلات بحياتي مش شايفتها. ايوه هاي العالم المانيا بالمقلوب. بعرفش مين هو. بعرفش مين هو. نمسا. جرات المانيا. نمسا. مش مشارك. مش بولندا. سويسرا. نو. بلجيكا. الله يعطيك. عم تشلف والله عم تشلف والله العظيم عم تشلف. تعال يا مش راح تعرفي لو بشوف. شو هذا بدوب اللي عليه؟ لا قرب لي الصورة شوي. درع درع مبيني أوروبي. كون في درع. بولندا. شو اسمه هولندا؟ مش مشاركة صح؟ بلا بس رح تخبط. هلا رح تخبط فضبطي لي وضعي وضعك. انت اعطيني المحارم وما عليك. ياخ 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 كم عالم صاروا. ويلك قديش الله بحبني. تعال استنى. هاي شو اسمه شو اسمه اسباني صح. ما احلاكي ما تعرفي. يلا هذا يلا حطي راسك ما تعذبيش كثير. استنى استنى هذا مبين. قرب لي الصورة. هذا اسيا صح. حطي راسك. طيب افريقيا. امريكا الجنوبية. هي امريكا. اعلم الاكوادور. انا علم امريكا بس اللي بعرف. يلا يلا ايوه لو كمان رغم طولي محرمة. بعد ما نكفي التحدي ولك ما نكفي التحدي. هيك هيك بتكفي التحدي. شو مفكرة؟ بلا فوصل لي تمي روح. مش يا الله ليك بتكفي التحدي. لا ما دخلني ما دخلني. ليش مش قاعد تعمل؟ انا حافظ على الدول ما دخل. انا مش حافظ. عم تحط لي إلي. خلص ما هي حطينا منشان شو؟ منشان شو حاطين هالعلبة؟ منشان هي تخبط. شو دخلك أنا؟ ما أجوا منيح. خلاص طلعوا هيك. ما أجوا منيح. احذر من هذا البوكيمون. هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ اليابان. اليابان مزبوط. برافو. يلا حطي راسك. مش اليابان؟ حطي راسك. طب مين ها؟ حطي يا عيب الشوم. مين يعني ما من حق يطلع من الاتحاد الاوروبي والله العظيم على الشعر. سويسرا. سويسرا طلعت. انجلترا. 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 يلا حطي راسك. الله لا مش هيك فورا. شفتوا والله ما بيعلقوا والله العظيم ما بيعلقوا ما بعرف ليش. كيف ما بيعلقوا؟ ليك شوف كيف صار وجهي. يلا منيح فكرت شو العلق. منيح. بعد هيك الله حاش تحطيني بربك عني مالي مصطفى. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything. يا حرام تسلل الاوفسايد.
Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't